بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من خطبة لعلي عليه السلام يعظ بها الناس، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن عليا عندما يعظ الناس فإنه لا يعظ الذين عاشوا معه، بل يعظ كل الأجيال، لأن موعظة علي عليه السلام ليست موعظة تنطلق من حالة خاصة، ولكن عليا ينطلق من وحي الله في كتابه ومن رسول الله في سنته، فهي لكل الناس ولكل زمان ومكان. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه ولا يبقى سرمدا ما فيه. إن الإمام سلام الله عليه يتحدث أنكم إذا أردتم أن تعرفوا حركة الزمان فانظروا كيف كانت حركته في من سبقكم، فإن هذا الزمان الذي ولى عندما انطلق وتحرك فلا يرجع ما ولى منه، فعندما يأتي الأسبوع ويعيش بين الناس يوما يوما وساعة ساعة فإنه لا يرجع ما ولى منه. ولذلك لا بد للإنسان من أن يكون لديه الإحساس بالزمن، فإذا مر عليك زمن الآن بعد ساعة بدك تفكر هاي الساعة عندما تأتي إليك لن تعود إليك، لأنه سوف تعقبها ساعة ثانية غيرها. لذلك هذا الإحساس يجعلك تفكر أني هالساعة لتروح من عندي قبل ما أملأها بما يبقى لي عند الله وبما يرضي الله عني، لأن ما يأتي ما ولى لا يعود، كما أن ما في هذه الساعة أيضاً زائل لا يدوم. فأنت الآن سوف يكون ما تستقبله من زمانك تماماً كما استقبله الآخرون وولى عنهم ولم يبق ما فيه شيء. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه، الشيء اللي راح ما بيرجع، ولا يبقى سرمدا ما فيه، ايضا كذلك ما يثبت، هذا ما يبقى للابد وانما يذهب، اخر فعاله كاوله، يعني اخر ما تفعله فيه كما في الاول، الاول بيروح والاخر بيروح، متسابقة أموره يسبق بعضها بعضا، متظاهرة أعلامه يعني علاماته، فكأنكم بالساعة تحدوكم. كيف واحد بيحدي لواحد يعني بيمشي وذاك بيقول له يلا استعجل امشي، كأنكم بالساعة، ساعة الإنسان أجله، تحدوكم حدو الزاجر بشوله عندما يزجركم حتى تتحركوا وتمشوا، ف
فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات ومدت به شياطينه في طغيانه. كل في بعض الناس عنده مشاكل شخصية، عنده عيوب، عنده مسؤوليات، ومع ذلك يظل يتطلع شوفوا فلان شو عم يعمل وشوفوا فلانة شو عم تعمل، مشغول بالناس ولكنه ليس مشغولا بنفسه. وأغلبنا هيك. هلا أنا مرارا كنت أتحدث، إذا واحد إجاكم هلا وسألكم عن واحد من أقربائكم أو من جيرانكم وأصدقائكم تحكم نص صبح لليل، لكن خل واحد يسألك أنت مين؟ ما هي أفكارك؟ ما هي مشاعرك؟ ما هو إحساسك بالآخرين؟ قل اصبر لي حتى أفكر. ليش؟ لأننا نفهم من الناس ما لا نفهمه من أنفسنا، لأننا لسنا مشغولين بأنفسنا، لسنا مشغولين بتنقية أنفسنا. هل الميكروبات الموجودة عندنا بالداخل، هل مشاكل، هل عيوب، كلها الأوساخ. فلذا يقول الإمام: الإنسان الذي يشغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات، لأنه هو ما عنده، عندما يمشي مع نفسه وليس هناك فكر في نفسه يكون ماشي على ظلمة مش ماشي على نور، لأنك ما تعرف حالك، ما هي أفكارك، ما هي طباعك، ما هي أخلاقك، ما هي مشاريعك في الحياة، ما هي مسؤولياتك أمام ربك، كله ما تعرف شيء، فأنت ماشي في ظلمة. فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات. لأنه الإنسان الذي ما بيعرف طريقه وما بيعرف بدايته ونهايته وما يعرف العثرات الموجودة في الطريق فسوف يقع في الحفرة وهو ما يعرف، لأنه مش ماشي على خط مستقيم، مش ماشي على وعي. ومدت به شياطينه، سيطرت الشياطين عليه لأنها استغلت هذا النوع من عدم وعيه لمسؤولياته ولنفسه في كل ذلك. وزينت له سيئ أعماله، لأنك أنت الآن لما مش واعي لنفسك ما تميز بين الحسن والقبيح، ما تميز بين الخير والشر، ما تميز بين الذي يضرك ولينفعك، فمن الطبيعي أن الشياطين تأتيك وتستغل غفلتك عن مسؤولياتك وعن ربك لتزين لك عملك السيء، لتخيل لك أنه حسن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وزينت له الشياطين سيء أعماله فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. يقول الناس في كلهم، وكل واحد راكب خيل وإحنا خيولنا أجسادنا، خيولنا نفوسنا، كما قال ذاك الشاعر: والنفس كالفرس الجموح وعقلها مثل اللجام. الإمام يقول أنه الإنسان اللي راكب الفرس بده غاية، اللي بيدفع فرسه حتى تتجه لغاية السبق بيوصل للجنة. واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع. ولكن النار غاية المفرطين، اللي بفرط ما بيمشي مليح، ما بيعرف الطريق، ما بيعرف النهاية، ما بيفكر بالغاية، طبعاً هذا يفرط في مستقبله، ومن يفرط في مستقبله يفقد الجنة وينتهي إلى النار. اعلموا عباد الله
أن التقوى دار حصن عزيز. الحصن شو بنعمل فيه إحنا؟ نحمي حالنا. ليش الآن الشعوب والأمم تبني حصون، تبني قلاع، حتى إذا إجا العدو بتسكر الأبواب وتتحصن بهذه القلعة حتى تقاتل العدو من موقع قوة ومن موقع حماية. يقول الإنسان إذا أخذ بتقوى الله فأحل حلاله وحرم حرامه وقام بمسؤوليته في كل حقوق الله عليه وفي كل حقوق الناس عنده، فهذا حصن حريز يمكن للإنسان أن يحمي نفسه فيه من نار جهنم ومن غضب الله وسخطه. إن التقوى دار حصن عزيز والفجور، إنسان الفاجر، إنسان الفاسق، إنسان الذي بيعيش للهوه ولعبثه ولفسقه وفجوره، دار حصن ذليل. كيف القلعة اللي هي في ثغرة من هون وفي ثغرة من هون وفي مدخل إلها من هون ومدخل هذه، هذا حصن لا تجد العزة معه، لأن العدو يمكن أن ينفذ من كل طريق. وكذلك الإنسان الذي لم يأخذ بالتقوى ولم يأخذ بحصن التقوى، أخذ بالحصن اللي مملوء بالثغرات، فالشيطان يدخل إليه من كل مكان من كل الثغرات الموجودة من أجل أن يسيطر عليه ويستولي عليه. دار حصن والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله، لأنه مفتوح مش مسكر من جميع الجهات، مش محفوظ ومصون، ولا يحرز من لجأ إليه، لا يعطيه الحرز الذي يحميه. وبالتقوى تقطع حمة الخطايا. أما بالنسبة إلى التقوى، فالتقوى تسكر كل أبواب الشيطان عنك، فلا يستطيع أن ينفذ إلى عقلك ليزرع فيه الباطل، ولا يمكن أن ينفذ إلى قلبك ليزرع فيه الحقد والعداوة والضغينة، أو يدخل إلى حياتك من أجل أن يثير فيها كل ما يبعدك عن الله. وباليقين تدرك الغاية القصوى، باليقين بالله وبمعرفة الله يدرك الإنسان الغاية القصوى، وهي معرفة الله الذي يقودك إلى طاعة الله وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم وأحبها إليكم. أي نفس أعز؟ لو واحد سألك مين أي نفس أعز عليك أنت بحيث أنت ما بتحب نفس أكثر منها، الجواب واضح، نفسي. يعني الإنسان ما بيحب حدا أكثر من نفسه، لأن نفسه هي وجوده، نفسه هي حياته، هي حاضره، هي مستقبله. واللي يقول لك أنا بحب فلان أكثر من نفسي مش صح. فنفسك هي أحب الأنفس عليك وأعزها عليك. الإمام يعني بيطلق المسألة في مستوى الاستغاثة، لما يقال الله الله يعني شيء مهم كتير وعم يوقع بخطر، ولما يحكي الله الله معناها يريد أنه ينبهك إلى حجم الخطر الذي أنت واقع راح توقع فيه، ويقول لك أنقذ نفسك من ذلك. يقول أنت دير بالك على نفسك، لأنه هاي النفس إذا أنت أطلقتها وتركتها على شهواتها وعلى غرائزها راح توصل تحرقها بنار جهنم. ولكن إذا ضبطتها مليح ونظمتها ووقفت أمام ما تأمرك من السوء دفعتها إلى الجنة. فدير بالك، يمكن الآن بالدنيا قد تجي أنت تربح فلان ولكن تخسر نفسك، لأن فلان بيقول لك
اعصي الله، لا تطيع الله، امشي في شهواتك، الحياة شهوة ولذة، وليوم الله بهون الله. من كثير من الناس الذين يلتقون بالوسواس الخناس. هلا انتم ما عندكم تجارب؟ قديش في ناس لما يجوكم تجوا تشوفوا جايين للمسجد، شو انت بعدك شاب شو تروح للمسجد؟ خلينا نروح لهالملهى ونروح لذاك الملهى، في حفلة راقصة، في واحد مغني بده هذا، عنده حفلة مهمة، مش هيك او لا؟ يضحك عليك. انت وين عقلك؟ وين رايح انت الان؟ في ناس كتير هذا الوسواس الخناس شو شغلته؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يحكي الحكاية ويخلص، سواء كان من الجنة أو الناس. يعني في شيطان من الجن وفي شيطان من الإنس. من شيطان الإنس؟ رفقاتنا، من أقربائنا، من وهكذا. فيقول الإمام: عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح سبل الحق، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأنار طرقه، يعني الدروب اللي تمشي فيها لله منيرة مضيئة، فشقوة لازمة أو سعادة دائمة. أنت بين خطين، إما أنك تسير بعيداً عن الله أمامك الشقاء الدائم اللازم، وإذا أطعت الله وسرت في طريقه أتتك السعادة الدائمة. اختار. إنا هديناه السبيل، الله فتح لك الطريق، إما شاكراً وإما كفوراً. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. فشقوة لازمة أو سعادة دائمة. لا تصور أنا عم يحكي معك أمير المؤمنين عم يحكي معك. تصور أمير المؤمنين في مسجد الكوفة عم يحكي مع الناس هيك. تصور أن علياً يخاطبك. أنا عم نقول لك الكلام بس. فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. هلأ إحنا كلنا أيام المواسم ما بنعمل مونة، قديش بتتمونوا بأيام الصيف والأيام الشتاء؟ كل المونة الذي ما تحصلوها بأيام الشتاء تتمونوا بأيام الصيف، وهكذا. قل تمونوا يا جماعة، تزودوا لأيام في أيام الفناء لأيام البقاء، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. فتزودوا. طبعا أيها الأحبة، إحنا قلوبنا مصدية، بدنا نجيب أمير المؤمنين حتى يزيل لنا هالصدى. ولذا لا تتعبوا، أنتوا تقعدوا لكم ساعة ساعتين ثلاثة بفيلم أمريكي أو مكسيكي أو كذا طويل، خلينا إحنا مع فيلم الحق. فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، قد دللتم على الزاد فتزودوا. الله دلاكم، ما يروح تبحث تسأل. فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن، يعني الظعن هو هاي القافلة، أنه يعني قال امشوا. كيف القافلة موجودة؟ احنا دائماً مأمورين بأنه نمشي، لأن هاي قافلتنا بدها تمشي بالليل وبالنهار، حتى لو كنا نايمين القافلة ماشية، لأنه من كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفاً. خليك نايم أنت بالفرشة سنتين، راح يزيد عمرك سنتين.
أو ينقص عمرك سنتين لأنه كان عمرك بعبك، بس عم يروح معنك أنت في هالمجال. وحثثتم على المسير واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فإنما أنتم، شوف هيك تعبيرات أمير المؤمنين، فإنما أنتم كركب وقوف، كيف هالجماعة اللي هن واقفين لا تدرون متى تؤمرون بالسير. الآن إحنا لما نكون واقفين وننتظر الأوامر، قافلة لما توقف في واحد يقول ما تعرفوا أمتى بقلكم يلا توكلوا على الله، مين بيقول؟ بيقولنا ملك الموت، لأنه هذا هو، يقولوا إحنا مشغولين، هذا مشغول عم يحكي مع ذاك وذاك عم يصارع ذاك وهذا عامل له مشكلة بالبيت وهذا قاعد بمحله وهذا كذا. وإذا تجي الدعوة أجب داعي الله من دون بدك تجاوب. حتى في عندنا بالدعاء واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، نقدر نقول لا ما في. فإنما أنتم كركب وقوف لا تدرون متى تؤمرون بالسير. آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا لما إجاهم الموت ما كانوا منتظرين، يعني كانوا هم مجبورين كثير. بعض الناس يمكن يصير عنده مرض بينتظر بس مش عارف أمتى، الصبح بالليل باليوم الثاني بالثالث، إجاهم الأمر. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ أنت الآن الدنيا لو كانت خالدة معلش خذ حريتك وارتاح، لكن لما تعرف أن الدنيا مثل السيارة آخر الأمر بدك توصل ما فيها إقامة، فأنت ليش تسترخي للدنيا؟ معلش خذ للدنيا ما تحتاجه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ألا بالتاجر أنت بتجمع فلوس وتحصل أموال وتخزن عندك بهالمصرف كذا وعندك بهالمصرف كذا، لكن بمصرف الله قديش في عندك؟ أنت الآن الله يجي يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أنت جنابك تأكل مال الفقير الذي جعله الله في مالك، أنت الآن لمين تترك جنابك؟ تترك لأولادك مش هيك؟ شو بيعطوك أولادك؟ يعطوك كفنك، وأنت هذا المال ستحاسب عليه يوم القيامة. لهم المهنة، أنا يقول لك شو بعرفنا أبونا كيف هذا؟ هذا إجانا على البارد المستريح تعب هو فيه، ولكنك أنت ستحاسب عليه حساباً عسيراً إذا لم تخرج حق الله من مالك ولم تخرج حق الله من جسدك. فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه. يعني أنت الآن هلأ هم تأخذ منا معك شكات، تأخذ معك شكات القبور حتى تعطي منكر ونكير، تعطيهم الشك هيك حتى يرتبوا شغلهم معك مثل ما بتعطي الشك لهذا حتى يرتب لك شغلك ويخفف عنك من الضريبة أو ما أشبه ذلك. خلص بيقولوا أنه الإنسان في حديث بيقول الإنسان إذا فرضنا أنه صار في حالة الاحتضار شاف أنه الدنيا راح تخلص، يلتفت إلى أولاده فيقول لهم لقد أتعبت كل حياتي بسبيلكم، كل واحد بيقول لي ليش تتعب حالك؟ ليش تسهر؟ ليش تسافر؟ والله عندي أولاد بدي أمن مستقبل أولادي، وأنا يا أولادي بشدة، شو بعمل؟ شو تعطوني أنتم؟ يقولون نشيعك إلى قبرك.
يلتفت إلى ماله فيقول: لقد أتعبت عيني من أجل أن أجمعك، وسرت في البراري والقفار والبحار وأنا بشدة جمعتك من كل أنحاء العالم، وأنا في شدة مالي عندك. قال: أعطيك كفنك، ما بخليهم يجمعوا لك ثمن الكفن. يلتفت إلى عمله، قل له: لك قد كنت ثقيلا علي. يجي وقت الصبح، تجي صلاة الصبح، كأنه واحد مخيط عيونك ما تقدر، نعسان، كنت سهرات طويلة لكن نعسان الصبح ما في هذا. يجي شهر رمضان مثل ما قال ذاك: لأقطعنه بالأسفار. يجي وقت الحاج وأنت مستطيع للحاج وأبو 10 أيام، يا والله عندي أشغال وعندي أعمال لكن تروح للصين أنت، بتروح ما بعرف إلى أقصى العالم، لكن هذه مكة حد منك، فال10 أيام تقدر تروح وتجي وما تكلفك كثير. لا، عندك مشاكل، جيب، كأنه أشغال الدنيا كلها تتجمع لما يجي وقت الحج. مش هيك بعض الناس أو لا؟ سفرة صغيرة ساعتين توصل لها هونيك، تعمل أعمالك، يقدر واحد ب4 أيام بحج ويخلص، لكن الشيطان يثقل لك ثقالات عندك هذا. لذلك إنسان فيقل له: ماذا عندك؟ قل له: أنا كنت معك في حياتك وأنا أنزل معك في قبرك وأحشر معك، فإما إلى جنة وإما إلى نار. هذا العمل أساس. وقل: اعملوا. هذا إذا بده يرتب شغلة الإنسان. ولذا الإمام يقول: وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. يعني يجي إذا حشر ابن آدم يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما جمعه وفيما أنفقه. من أين لك هذا؟ ولوين صرفته أنت، في حلال أو في حرام؟ عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك. يعني الله وعدك بالجنة إذا أطعته، وهذا راح توصل إليه، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. يعني أيضاً الإنسان الذي الله نهاك عنه من الشر، أيضاً الإنسان ليس لا يرغب فيه. احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال، وقت الجمرك، هلا إذا عندك بضاعة وبيها أشياء تتجمرك، قديش تحمل هم وقديش تفكر كيف تقدر على أنك تخرج من الجمرك، تدفعه ما تدفع، مش هيك أو لا؟ يوم القيامة أيضاً كل البضاعة عندك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقفوهم إنهم مسؤولون. احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال. من نقرأ هذا الزلزال؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قديش الأم هيك، قديش عندها حنان، كيف تتمسك برضيعها بس تنساه. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هيشير إلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال من شدة الموقف وهول الموقف. اعلموا عباد الله إن عليكم رصداً من أنفسكم، مش من برا، من جوا،
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ماذا عملت وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وعيونا من جوارحكم من أعضائكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج لا إن الآن بشوفوكم حتى في الليل ولا يكنكم منهم باب ذات رتاج أظن تدخلوا سكروا الباب عليكم وأنا موجودين معكم وإن غدا من اليوم قريب بكرة صح هلا إحنا باليوم بس بكرة مش بعيد بكرة جاي وبعد بكرة جاي كل هذا يذهب اليوم بما فيه من خير أو شر من تعب أو راحة ويجيء الغد لاحقا به مش كل يوم تشيل ورقة الرزنامة كل يوم فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته هلأ أعد مع أولادك مع أهلك مع إخوانك مع أصدقائك وإذا فجأة بلغت منزل وحدتك قال فلان انتقل إلى رحمة الله وين أهلك وين أولادك فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته فيا له من بيت وحده أي وحده لا في كهرباء لا في فرشة لا في شيء ومنزل وحشة ومفرد غربة وكأن الصيحة قد أتتكم أي الصيحة التي تأتي وتخرج الناس من الأجداث والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويصيح النداء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قد زاحت عنكم الأباطيل كل الأباطيل هاي اللي كنتوا تعيشوا فيها في الدنيا كلها راحت واضمحلت عنكم العلل ما تقدروا تتعللوا بشيء واستحقت بكم الحقائق الأشياء الأساسية استحقيتوها وصدرت بكم الأمور مصادرها فاتعظوا بالعبر عبر الماضين وعبر الدنيا واعتبروا بالغير بما يأتي من متغيرات الدنيا وانتفعوا بالنذر التي تنذركم عذاب يوم القيامة أيها الأحبة هذا كلام علي عليه السلام ولا يزال في العمر بقية لا تزال في العمر بقية للتوبة ولاستكمال أعمالنا ولتصفية أمورنا ولتدقيق في حساباتنا حتى نأتي إلى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين.